هيا وعندنا ميداليه في يديا زاد جوج ميداليات. هو اللي خصو يهضروا معاه انا هو خصو هو هضر حتى ديال استضافات هضر معنا واحد المطار عالي يجي المغرب رياضه التحدي باش رياضه التحدي راه شرف لينا وتيجي عندنا ويزورنا في المعرض الدولي باش يجي يدوق المشروع ديالنا. هذا بالنسبه للاقاليم الجنوبيه الشرف باش نشوفوا بطل عالمي في مجال رياضه التحدي. الحمد لله هذا راه تاعنا شرف لينا وافتخار بالنسبه لنا في الجهه الكريمه المواطنين وتنتمنوا وانت تقدم له احسن دعم الهديه ديالنا حنا ديال احسن جائزه جميله ذهبيه نهدوها ليه بالمناسبه الفوز ديالنا بالميداليه الذهبيه المعرض ديال المجهودات واحد الدعم ولو نتمنى يزيد التطور العام الجاي اكثر ونحضر الحضور ديالي انا كعزيز صالحي ومشجع ديال المنتخب ونجي معايا ابطال. حنا بغينا غير الرياضه الاستعراضيه شنو يمكن تساهم انت كبطل عالمي باش نرفعوا من القيمه ديال الميراجان يكون انشطه واحده اخرى. مثلا يقدر دابا البرنامج ما برمجونيش ولكن نقدر من مور المهرجان نقدر نجي نعمل ديمونستراسيون ديالي. راه كتعرفني انا كتبعني مثلا بي سبور كتبعني العربيه اذاعه كبار كيجيو ونساهم بالعروض ديال التحدي لانه هذه المدينه سميتها التحدي هذا فرنسا ديال التحدي وهذا مهرجان التحدي وكيبذلوا مجهود ولكن بالنسبه لي انا وجه نظري عيطوا لي نعرض عروض وتجي معايا ابطال وهاد الناس محتاجين بالفرجه ومحتاجين بهذا وكنتمنى ميساج لسيدنا ونتمنى تحضر معنا في الميرال ان شاء الله الجمهور كيبغيك تكون حاضر. انا كنحب ما نسمعش مباراه ونجي باش نتبع هاد المدينه وهاد المناسبه بغينا باش مشيت لدوق عندنا العسل اليوم جالسين وصابرين معنا في الشده. هاي وعندنا ميداليه في يديا زاد جوج ميداليات. هو اللي خصو يهضروا معاه انا هو خصو هو هضر حتى انت ديال استضافات هضر معنا واحد المطار عالمي يجي المغرب رياضه التحدي باش رياضه التحدي راه شرف لينا وتيجي عندنا ويزورنا في المعرض الدولي باش يجي يدوق المشروع ديالنا. هذا بالنسبه للاقاليم الجنوبيه الشرف باش نشوفوا بطل عالمي في مجال رياضة التحدي. الحمد لله هذا راه تاعنا شرف لينا وافتخار بالنسبة لنا في الجهة الكريمة المواطنين وتنتمنوا وانت تقدم له أحسن دعم الهدية ديالنا حنا ديال أحسن جائزة جميلة ذهبية نهدوها ليه بالمناسبة الفوز ديالنا بالميدالية الذهبية في المعرض ديال المجهودات واحد الدعم ولو نتمنى يزيد التطور العام الجاي اكثر ونحضر الحضور ديالي انا كعزيز صالحي ومشجع ديال المنتخب ونجي معايا ابطال. حنا بغينا غير الرياضه الاستعراضيه شنو يمكن تساهم انت كبطل عالمي باش نرفعوا من القيمه ديال الميراجان يكون انشطه واحده اخرى. مثلا يقدر دابا البرنامج ما برمجونيش ولكن نقدر من مور المهرجان نقدر نجي نعمل ديمونستراسيون ديالي. راه كتعرفني انا كتبعني مثلا بي سبور كتبعني العربيه اذاعه كبار كيجيو ونساهم بالعروض ديال التحدي لانه هذه المدينه سميتها التحدي هذا فرنسا ديال التحدي. وهذا مهرجان التحدي وكيبذلوا مجهود ولكن بالنسبه لي انا وجه نظري عيطوا لي نعرض عروض وتجي معايا ابطال وهاد الناس محتاجين بالفرجه ومحتاجين بهذا وكنتمنى ميساج لسيدنا ونتمنى تحضر معنا في الميرال ان شاء الله الجمهور كيبغيك تكون حاضر. انا كنحب ما نسمعش مباراه ونجي باش نتبع هاد المدينه. وهاد المناسبه بغينا باش مشيت لدوق عندنا العسل اليوم جالسين وصابرين معنا في الشده. هيا وعندنا ميداليه في يديا زاد جوج ميداليات. هو اللي خصو يهضروا معاه انا هو خصو هو هضر حتى انت ديال استضافات.